عايز اخد رايك، شايف ان جلسه ماكرون رئيس فرنسا مع امبابي ممكن تكون سبب في تغيير وجهته من ريال مدريد الى اي مكان تاني، او ان هو يستمر في فرنسا؟ على ما اعتقد امبابي اللي هو هيروح الريال، يعني اللي انا فكري اللي هو من السنه اللي فاتت واللي قبليها، يعني هو كان عايز يروح ريال مدريد، فاللي ما اعتقد عليه اللي هو السنه دي ان شاء الله في الصيف الجاي هيروح ريال مدريد. هو اصلا بقاله موسمين او ثلاثه تقريبا يعني في مناوشات في الموضوع دوت، والعقد العقود شغاله يعني عليه، فهو حلمه هيتغلب على قرار او كلام ماكرون. الجلسه دي لم تعد جلسه اولى يعني، ولكن هو امبابي دايما كان بيزور الرؤساء في فرنسا، راجل ثروه قوميه، ولكن هو بنسبه 90% خلاص هو راح ريال مدريد. وكمان طبعا هو عشان لاعب قوي وعنده 25 سنة عايز يحقق حلمه في ريال مدريد، وكمان نادي ريال مدريد ان شاء الله يحقق حلمه كمان ان جاب احسن لاعب في العالم. مبابي اكتر من مرة يعني يجي له عرض في ريال مدريد، بس هو كل مرة يعني بيحاولوا يقنعوه عشان يقعد وكده وبتاع، عشان النادي تقيله وكده، وهو متقل النادي برضه، بس هو المرة دي برضه هو لازم يبص لنفسه، لان هو خلاص يعني النهارده 25 سنه، فهو برضو عايز يحقق بطولات. انسب وقت ان هو يخرج فيه طبعا لازم يروح نادي كبير زي نادي ريال مدريد، نادي الملكي وتاريخ وبطولات وكل حاجه، يقدر ساعتها بقى يقدر ياخد كره ذهبيه، يقدر يعمل بطولات زي كريستيانو رونالدو مثلا. طبعا ممكن ياثر عليه طبعا ده كرئيس فرنسا وحاجه كبيره ان هو قاعد معاه، فعايز ان هو ايه ياثر عليه ان هو مثلا يقعد في النادي، لان هو اصلا لعيب كبير ولعيب مشهور يعني، فممكن تأثر عليه وممكن ما تأثرش. امتى؟ لو حتى ممكن يرجع للجمهور، الجمهور هو رقم واحد على فكرة. هو حضرتك الاحتمالات 50-50، ممكن 50% ينتقل لريال مدريد وده اللي أنا بتمناه، 50% اللي هو الرئيس ماكرون يأثر عليه، بس أنا شايفه في ريال مدريد يعني هو لا يكون فريق فعلا مع أنشيلوتي حاجة تانية، فلا شايف اللي هو انتقاله لريال مدريد هو الأفضل.